بنبدأ أخبارنا بالخبر التالي. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عاد امبارح إلى أرض الوطن بعد حضور سيادته لحفل افتتاح بطولة كأس العالم بالدوحة. قبل مغادرة سيادته مقر إقامته بالعاصمة القطرية الدوحة، أجرى اتصالا هاتفيا مع الأمير تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر، وتقدم سيادته بالتهنئة لقطر قيادة وشعبا على نجاح حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم وانطلاق البطولة بشكل مشرف يليق بمكانة الدول العربية. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة القطرية عقب مشاركة السيد الرئيس في فعاليات حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم والذي يقام بالعاصمة القطرية الدوحة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة السيد الرئيس في هذا الحدث الرياضي العالمي تأتي تلبية لدعوة شقيقه سمو الأمير تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر، وذلك في ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين مصر وقطر، عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن. امبارح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قال إن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تصافح مع الرئيس التركي أردوغان في الدوحة، وتم التأكيد المتبادل على عمق الروابط التاريخية اللي بتربط البلدين والشعبين المصري والتركي، وكمان تم التوافق على أن تكون تلك بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ألقى كلمة يوم أمس بمناسبة أسبوع الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات. أكد سيادته استمرار الجانب المصري في بذل كافة الجهود لدعم سبل استدامة السلام وترسيخ الاستقرار في القارة الإفريقية، ودعا الشركاء الدوليين لاستمرار دعمهم لتعزيز جهود القارة السمراء نحو غد أفضل. امبارح ايضا كان في اخبار واحداث مهمه، منها الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لاستعراض التقديرات الاوليه للموازنه العامه للدوله للعام المالي الحالي 2022-2023 ومتابعه مستجدات برنامج الطروحات العامه في البورصه المصريه. كمان امبارح رئيس الوزراء تابع جهود صندوق مصر السيادي في جذب الاستثمارات الاجنبيه. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عمله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لاستعراض التقديرات الأولية للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022-2023 في ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة. وأكد رئيس الوزراء أهمية الاستمرار في نهج الانضباط المالي والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة رغم التحديات الجسيمة اللي بتواجه مختلف دول العالم في الفترة الحالية. امبارح برضو عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع لمتابعة مستجدات برنامج الطروحات العامة في البورصة المصرية، وقال رئيس الوزراء إن الهدف الأساسي من برنامج الطروحات بيتمثل في تحقيق أفضل عائد مادي للدولة وتعظيم الاستفادة من أصولها من خلال إتاحة الفرصة سواء للطرح العام للمواطنين أو للقطاع الخاص للمشاركة مع الدولة في زيادة فعالية ونجاح هذه الأصول وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة. امبارح اجتمع رئيس الوزراء مع ممثلي شركة فورورد ايجيبت للصناعات الرياضية المشاركة في تصنيع الكرة الرسمية لمونديال 2022، وتوجه رئيس الوزراء بالتهنئة لمسؤولي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وممثلي الشركة على خطوة تصنيع هذا المنتج الرياضي المميز بالشراكة بينهم. امبارح برضو عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع تابع فيه جهود صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات الأجنبية على المدى القصير والمتوسط والطويل والإجراءات الخاصة ببرنامج الطروحات في عدد من القطاعات، وكمان الاستثمارات المرتقبة في مشروعات محطات تحلية مياه البحر.
امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه في إطار حرص القوات المسلحة على المشاركة في تنظيم الفعاليات الكبرى، نظمت القوات الجوية مؤتمر صحفي للإعلان عن تنفيذ عرض الغردقة الجوي هيرجادا إير شو 2022 المقرر تنفيذه في نهاية الشهر الجاري بمنطقة سهل حشيش بمشاركة فريق الألعاب الجوية المصري النجوم الفضية وفريق الألعاب الجوية البريطاني السهام الحمراء. كمان امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه في إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، انطلقت فعاليات التدريب البحري الجوي المصري ميدوزا 12 اللي هيستمر لعدة أيام بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط بجمهورية مصر العربية، وده بمشاركة عناصر من القوات الجوية والبحرية والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية والسعودية والأمريكية وكل من الإمارات والبحرين وألمانيا وفرنسا والمغرب والأردن والكونغو ورومانيا بصفة مراقب. نروح مع حضراتكم لجولة المحافظات ومعانا مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة اللي حصلت امبارح في المحافظات. من اعتماد 50 مليون جنيه كدفعة أولى لإعداد المخططات الاستراتيجية ل 74 منطقة صناعية في مختلف المحافظات، وكمان في محافظة الدهقلية استلمت 20 ألف كرتونة لمواد غذائية من مؤسسة حياة كريمة لتوزيعها على الأسر الأولى برعاية. وأيضا في كفر الشيخ تم فتح باب التقدم لاختبارات للمشروع القومي للموهبة. أخبار تانية كتير هنعرفها مع حضراتكم من خلال هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، منها تصريحات اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية اللي أكد فيها أنه تم اعتماد 50 مليون جنيه كدفعة أولى لإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية ل 74 منطقة صناعية تحت ولايات المحافظات، وده بهدف رفعها على الخريطة الاستثمارية الجديدة لمصر اللي بتوضح جميع الفرص الاستثمارية الجاهزة للاستثمار في مختلف المحافظات. في الدقهلية تسلمت المحافظة قافلة جديدة من الدعم الغذائي والنقدي المقدم من مؤسسة حياة كريمة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية. القافلة بتضم 20 ألف كرتونة مواد غذائية. في الإسكندرية استقبل المحافظ اللواء محمد الشريف يانغ يي قنصل عام الصين بالإسكندرية. خلال اللقاء تم بحث تعزيز سبل التعاون والاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة في المحافظة. في الأقصر حلقت العديد من رحلات البالون في سماء مدينة الأقصر، وبلغ عدد الرحلات 51 رحلة، وعدد السائحين اللي استقلوا هذه الرحلات 1600 سائح. في المنيا أعلنت مديرية الصحة بالمحافظة توقيع الكشف الطبي على 13,257 طفل حديث الولادة بالوحدات الطبية ومراكز الرعاية الأساسية بكل مدن ومراكز المحافظة خلال شهر أكتوبر اللي فات، وده في إطار مبادرة السمعيات اللي بتأتي ضمن مجموعة المبادرات اللي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي حرصاً على صحة الطفل المصري. في كفر الشيخ أعلنت مديرية الشباب والرياضة فتح باب التقدم لاختبارات قبول دفعة جديدة للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في ألعاب التايكوندو والمصارعة. في سوهاج تابع المحافظ اللواء طارق الفقي بدء أعمال مشروع إنشاء محطة الغربلة بحي الكوثر على مساحة 21 ألف متر مربع بتكلفة 195 مليون جنيه، وده بالتعاون بين المحافظة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والهيئة القومية للإنتاج الحربي. في الأليوبية ذكرت الدكتورة مفيدة رجاء منسق القوافل الطبية إن القافلة الطبية العلاجية اللي تم تنظيمها بحي الشباب بمدينة العبور قامت بتوقيع الكشف وصرف العلاج على 1313 حالة بمختلف التخصصات الطبية على مدار يومين. في الشرقية قال المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة إن المديرية بتتابع حالياً زراعة المحاصيل الشتوية، وتم زراعة 60 ألف فدان من محصول البنجر ضمن العروة المبكرة، وده من إجمالي 83 ألف فدان هي المساحة المستهدف زراعتها من محصول البنجر هذا العام، ومتوقع أن تصل ل 85 ألف فدان.
في مطروح أكد رضا جبالله رئيس مدينة مرسى مطروح قيام قسم التطهير بتعقيم المصالح الحكومية ورش المبيدات بسيارة الضباب في الفترة المسائية بنطاق المدينة.